موسيماني مدير فني كويس، انا شايفه كويس جدا، كبير كبير جدا جدا. ممكن في يوم من الايام يبقى ماني جوزيه وليه لا؟ طبعا ما هو النادي الاهلي مديله مساحه. يعني انا تقريبا شايف ان النادي الاهلي يعني كابتن محمود الخطيب ماشي بنفس السيستم بتاع مستر ماني جوزيه، اللي هو مديله مساحه، مجدد معاه بالسنتين وسنه وسنتين وثلاثه، ومديله المساحه اللي هو يبقى ماني جوزيه الثاني. يعني استقرار. يعني موسيماني بيصنع تاريخ مع الاهلي ولا الاهلي بيصنع تاريخ مع موسيماني؟ الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. بس الاول اي حد بيجي النادي الاهلي بيكبره الاول، النادي الاهلي هو رقم واحد وبشغله ينجح. فالاثنين مع بعض. موسيماني افضل ولا كارتيريو من وجهه نظرك؟ الاثنين مدربين كبار، بس بالارقام موسيماني. بالارقام وبالبطولات. هي الكره ارقام وبطولات مش اداء. ارقام وبطولات اداء. ارقام بطولات اداء. مش اداء وارقام بطولات، ارقام. يعني كسبت ابقى انا الافضل. بالظبط. حتى لو ما قدمش افضل كوره. بعد 10 سنين هتيجي تقول النادي الاهلي خد كاس السوبر من نهضه البركان في قطر في 2021، خد بطوله رقم كذا. النادي ليه منافس في افريقيا؟ الاهلي؟ اه. طبعا في انديه كتير، يعني الترجي. الترجي فرقه كويسه جدا. يعني في كذا الاربع فرق اللي صعدوا فرق كويسين جدا جدا يعني. يعني فرق يعني هايله يعني على اعلى مستوى يعني. يعني لازم تبقى مذاكر كويس، لازم تبقى مذاكر، لازم التفاصيل الصغيره دي النادي الاهلي يبقى مذاكرها كويس، عشان التفاصيل الصغيره دي اللي بتفرق في النهايات.